نشوف حكم اللقاء او حكم هذا الاسبوع مشاهدينا، من يختار؟ انا بدون منازع عبد الرحمن الجاسم. نفس الشيء عبد الرحمن الجاسم، لانه اخذ اكبر درجات اخذ من عندنا. والله انا اقول لك الصدق، انا عبد الرحمن ادى، ولكن كاختبارات داخل الملعب سلمان فلاحي، لانه اختبر في ركل الجزاء، اختبر في كذا حاله داخل منطقه الجزاء، وحاله غريبه اختبر فيها سلمان فلاحي ونجح فيها. بس قوه نعم. المباراه تختلف بغض النظر. ذاك يوم اخترنا ذاك يوم والله نايف القاضي 4-1. طيب انا اقول لك ادى عبد الرحمن، لك اختبارات انا عند سلمان فلاحي. يعطيك العافيه، احنا وصلنا الى الختام. شكرا ابو احمد، يعطيك العافيه. شكرا ابو فهد، يعطيك العافيه. شكرا ابو بدر، يعطيك الف عافيه. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. نلتقيكم باذن الله تعالى في احداث قادمه. لذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل.